صباح الصباح فتح يا عليم والجيب ما فيش هي ولا مليم بس المزاج رايق وسليم باب الأمل بابك يا رحيم والبت دي قامت تعجن بالفجرية والديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية يلا بينا على باب الله يا صنايعية. آه واد يا بيليا. حاضر يا معلم. اتجهز كده شيشة على الدماغ للمعلم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. امر عايز ايه؟ اجي اصطبح. تصطبح؟ ايه. انت بتقول ايه؟ لا ما ينفعش الكلام ده. قمنع الصبوح. تصطبح ايه؟ اقول لك يا ابني افهم. لحد يسمعك كده ولا كده انت هتودينا في 60 داهيه. يا حق الله احفظك اجي اصطبح اصطبح صبوح. تصطبح ايه؟ الاصطباحه مش هنا. انت في مقهى المعلم حنفي. مكان نزيه وشريف ومحترم. لمكة. الاصطبح قال. يا اخي نقي انا شاكل اي حاجه. عايز تاكل؟ انت عايز تفطر يا ابني. إيه؟ الا قلت لي انت منين؟ انا من اليمن. من اليمن؟ اجدع ناس والله. اللي بقول لك ايه يا ابني؟ شوف الاصطباحه دي عندنا هي كلمه شعبيه هي بتوع انحراف وسكه شمال فما تقولهاش حاسب على كلامك اصل الاصطباحه عندنا بالمصطلح الشعبي هنا في مصر هي حاجه كده عالي المزاج حاجه فيها كده دماغ قوي ما تقولهاش تاني تفضل تفضل يا ابني عايز ايه نطلب لك ايه الصبوح عندكم عيب يعني حاجه عيب هي كده يعني اختلاف مصطلحات وثقافات يا ابني فحاسب على كلامك عايز ايه عشاء اثنين سندوتشات سندوتش ايه سندوتش ايش بيض واحلى سندوتش بيض للمعلم يا بيليا حاضر يا معلم اعمل له اعمل له اعمل له بسباس بسباس ايه وايه ده بسباس اليو قلت لي سحاوي سحاوه وادي له سحاوه يا واد يا بيليا وما تتاخرش قوي دقيق دقيق قل له يكثر لو سمحت قل له يزيدنا يا ابو السندوتشات المستشفى هذيك متى شفتها المستشفى دي إيه؟ مفتوحه يا ابني قلوة. هي مفتوحه بس انت عايز ايه اصلا انا من وانا صغير فلتت على راسي امي فلتتنا وبعد العيون حقي تخربطين والان لما انا قد انا كبير رحت اخطب بعد لما رحت اخطب غالطنا هناك جابوا لي بنت ثانيه ما جابوا ليش البنت اللي اخترتي والله قالوا لي مسمو قالوا لي انت اخترت البنت هذيك وانا ما اخترتوش جابوا لي بنت عمي وانا اخترت البنت هذيك قالوا لي انت اللي اخترتي بعدها قالوا لي انت مقبول مرجوع قلت لي عشان كده والان قالوا لي روح اتعالج بمصر وصلح عيونك وارجع اختار من جديد بس يا ابني انا ما انصحكش بالمستشفى دي هي يعني مش ولا بد كده لو تشوف لك مستشفى تانية هيكون احسن ولا انت شو تزيد عليا انا هنا قال لي هيثم قال لي هيثم الواد هيثم بتاع الهاوي الهي قلت لي ربنا يعينك يا ابني ربنا يعينك يا عم حنفي أمر أيمن أجا أيمن إيه مين أيمن ده؟ الواد ده بتوع السفارة لا يا ابني هو لسه ما جاش
وعادة يتأخر كده يعني كده على بعد ساعة حيكون وصل. يلا خلاص بروح برجع له. أقول له حاجة ولا لا حاجة؟ لا 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 تقولش ولا حاجة، أنا باجي من نفسي بقول له بعدين. أوكي يعتمد. أبو السندوتشات. أيوة أيوة. ألو. 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 أيوة. أيا هيثم. أيوة معك هيثم. يا أخي وينك؟ اسمه الرجال أصحابه قوصلوا لعدو. الجماعة مين؟ الرجال درهم صاحبه صاحب قوصلوا. مين هم؟ يا أخي اللي بيجوا يتعالقوا قصافروا الفقر. ها قصدك درهم هذا اللي قلت لي علو؟ أيوة. على عدم ما وصلوش. طيب يلا روح بسرعة على إعلام بالمطار. لمو ما تتحركوهم. اسرع اسرع على إعلام كما عدم باعوا أرضية عشان تصيبهم. تمام. خلاص ولا يهمك ولا عليك. يلا هي يلا هي. صباحك يا عم حنفي. اهلا وسهلا بهيثم، نورتنا وشرفتنا. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله كويس، وانت عامل ايه؟ الا قول لي يا عم حنفي، انت حنفي نحاس ولا بلاستيك؟ بيضحكني. الشيشه والشاي بتاعي. واحلى شيشه للواد هيثم عاليه المزاج، وكوب شاي كده خليه يروق بقى. حاضر يا معلم. عينيا يا معلم. هيثم. أين أنت؟ مراعي لك من أول، فقلت 10 سندوتشات وأنا مراعي لك. لا مو مراعي لي. هيا هيا نروح المستشفى هذيك، نروح المستشفى هذيك لساني عيوني، نروح نختار البنت. أنا المستشفى دي ما عليك مني، آدم سرق ونصابين. تمام، أنا شفت لك مستشفى ثاني كده يخليك تستضيف على الناس. أيوة كده جدع وابن حلال. ده انت شكله ربنا تاب عليك يا هيثم ولا ايه؟ اتطهرت قوي. ايوه كده جدع وابن حلال، هو كده اللي بيحب ابن بلده. ايه صاحب البلاد ضروري نوقف معه ونجيب له حاجه سعر الناس. ايوه جدع رجاله. سيد الرجاله. انا قل لك هيثم هذا محترم من البلاد. مصدقتنا كم من البياس؟ ها كم من البياس؟ معي بياس مليان. كم منه؟ معن كم؟ معن 800 دولار. 800 دولار. ايه ناقص واحد سندويش. متجمل من نفسك. ايه الثمانمية دولار هذه حق ما وصلتك من المطر لونها. العملية تكلف 5000 دولار. انت تشل بنت ولا بنت عمه؟ اشل بنت. خلاص 5000 دولار. صح عندي 5000 دولار رجع. 5000 دولار. ايوه تمام. أكلمهم الآن. خمسة ألف دولار. أكلمهم من اليمن الآن. 5000 دولار. السلام عليكم يا عم حنفي. وعليكم السلام. أهلا بالدكتور رفعت. أهلا وسهلا. خلي الواد بيليا يطلع له العياده. تمام. حاضر من عينيا. واد يا بيليا. حاضر يا معلم. واحلى كوبايه للدكتور رفعت. مين ده؟ يا معلم مين ده؟ مين ده بقى ده بقى ده بقى ده بقى ده مين ده؟ هيثم دكتور رفعت. ازيك يا هيثم؟ حبيبي يا دكتور. حبيبي يا هيثم. حبيبي. انت فين يا هيثم؟ موجود. حبيبي انت فين يا هيثم؟ موجود يا دكتور. 6 أشهر بدورك يا هيثم. حرام عليك يا هيثم. لا بس بس. ايه هيثم انت فينو؟ موجود انا بالقهوه 24 ساعه. مش انت كنت بتجيب العيانين اليمنيين لعندي العياده؟ راحوا فين العيانين؟ العيانين حق اليمن خلاص معي مرضوش. بطلوا يجوا خلاص. ليه يا هيثم؟ ما احنا كنا تمام يا هيثم. كنت بتكنس بنتك يا هيثم. ايه طيب خليني حالي من غير مجهبه. اسمع ما تكونش اتفقت مع مستشفى تاني وبقيت بتاخد نسبه منهم ولا ايه؟ بصراحة ليه؟ شفتي مستشفى تانية ليه؟ يجيبوا لي حقي لآخر مليم. وأنا عملت فيك إيه؟ هو أنا مقصر معك في حاجة يا هيثم؟ قد أنا أصلع، ما قصرتش بس خليت أنا أصلع. ليه؟ ما إحنا اتفقنا إنك كنت بديك 15%. 15% حقك هذه نقضي بيت ديون. طب ما تقوليش ليه؟ ما بتكلمش معايا ليه؟ قولي يا دكتور ما يخارجنيش. ما يخارجنيش. خلاص ما يخارجنيش. ما يخارجنيش.
ما هي خارج ليش يا أخي؟ اسمع اسمعني، أنا هيثم تكون تجيب العيان اليمني لعندي هديك على كل عيان 20%. ما تثبتنيش. ما تثبتنيش؟ أنا هزبل لك هي. استغفر الله العظيم. أنا هدي لك 25% يا هيثم. برضو لا. والله ما هزيد جنيه واحد. 25% بس. طيب 25% بس بشرط. إيه؟ أنا بزيد فوق تكاليف العملية، الزيادة هذيك حقي من غير النسبة. يا ابن اللذينة علمت اللفي والدوران أنا. علمناهم الشيحات سبقونا على الأبواب هم دول. طب اسمع يا هيثم. خلاص اتفقنا. أوكي تجيب العيانين اليمنيين كلهم لعندي تمام؟ أول مريض بعد نص ساعة هو عندك. أوكي. عم حنفي. حساب الأخ هيثم كله عندي تمام؟ يا تمد. يلا. دكتور رفعت رايحة فين؟ أنا رايحة سايبة العيادة ورايحة فين؟ آه من قلت أنت مش موجود في المكتب يا بيتي انشراح. روحي جيبي لك كوباية قهوة واستني الدكتور لما يجي. أهو أنت جيت. من إمتى بتروح تجيب القهوة بنفسك؟ مش الوقت بيليا بيجيبها لعندك؟ وبعدين إيه الكيس اللي في إيدك ده؟ كيس ده؟ آه ده زبالة. قرف. يقرفك إن شاء الله. دخلك إيه بالزبالة؟ مش في عندنا زبالة فوق في المستشفى؟ أنت ممرضة ولا زبالة؟ ما تعرفني بحب أساعد الكل. أوكي أوكي تمام. اسمعي. ودي الزبالة دي ورجعت بسرعة على العيادة. حاضر عينيا. المرضى فوق مستنيين كتير. يلا. ثواني حضرتك. بسرعة انشراح بسرعة. يا مصيبتي. ده أنا كنت هتقفش. ودي هيثم. يا أبو يمن. ما تيجي بقى بسرعة. انشراح. انشراح. انت تأخركي لمو. بس انا ايه؟ تأخركي لمو. ايه الكلمة اللي يعني انت تأخرتي ليه؟ تأخرت. بخرج لك العلاجات. يعني ايه تأخرتي ليه؟ العلاجات. واخيرا واخيرا بنجيب لليمنيين المساكين اللي ما حصلوش ادوية باليمن نعمل بهم خير. هاتي. خير خير يا ابو خير. بخرج لك العلاجات من جوه من عند العيانين وانت تشطفهم وتهربهم من اليمن مع العيانين اللي رايحين اليمن ويبعتوا لك الوف الوف. الالوف بتاعتي فين يا هيثم؟ مالنا. هاتي الورش الحاجه دي شني استلم البيس لندي ليك. هاتي خد. انا عايزه حصتي دلوقتي. عجل. واحلى بقشيش لأحلى انشراح. ايه ده؟ هتشتغل لي بقشيش؟ شايفني هبلة ولا هبلة يعني؟ ايه ده؟ هيثم والله العظيم لو ما جبتش فلوسي بالمل الواحد يا ويلك يا سواد ليلك يا ويلك يا سواد ليلك. ده انا حفرمك. هذه من حق البلاد ماهيش مصري. هو في يا هيثم انا مش فاهم انت جوك ايه. انت تبتي ولا ما تبتش يا هيثم؟ بتلف وتدور على عيال بلدك؟ ما ينفعش يا هيثم. صحيح انه عمر دي للكلب ما يتعدل. نعمل بهم خير. ما معهمش علاقه باليمن يا عم حنفي. ماله هل علاقات؟ قال لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عم حنفي؟ أهلاً وسهلاً. أهلاً بأحلى مسؤول يمني في المنطقة كلها. شرفتنا ونورتنا يا سي أيمن. شرفتنا ونورتنا والله. عايز إيه؟ أمر. أديني الشاي حقي وديتني الشيشة. وأحلى شيشة عالية المزاج والدماغ لسي أيمن. وأحلى كوباية شاي لسي أيمن يا واد يا بليا. حاضر يا معلم. حبيبي يا عم حنفي كيف حالك؟ إلا بقول لك يا سي أيمن، جه واحد من الطلاب اليمنيين وكان بيسأل عليك، قال هو محتاجك في حاجة. يعني تركنا لهم السفارة أجوا تبعونا إحنا لهنا؟ ما عليك منه. المهم هذا هيثم. ها كيف حالك يا هيثم؟ حبيبي حبيبي يا أحلى يا أحلى مسؤول داخل السفارة. إيش عامل قبل الأيام؟ ها يعني حيكون عامل إيه؟ عامل فيها لف ودوران.
بيلعب على أهل بلده، طالع بيفرم نازل بيبرم، طالع بيفرم نازل بيبرم. هو كده أخدها كده على نصب واحتيال على مين؟ على يا البلد يا حسرة. أنا؟ لا أنا. هيثم مش تبطلش البرم على أصحاب البلاد، قعرفك لعندنا للسفارة. لا تصدقوش هذه إشاعات. إيش من إشاعات يا هيثم؟ مش تبطلش اللف والدوران على أصحاب البلاد يا أخي. إشاعات مثل ما أنتم تشلوا حقنا الرواتب وتلعبوا بهن بالصرافة وتخلوا نبدو الرواتب، هو نفسه هذا اللي طلع عليه الإشاعات إننا بيعدوا إياه. هيثم من قال لك هذا الكلام؟ نفسك. أنا أقول لك نفس اللي طلع علي الإشاعات إننا جالسة. هيثم احترم نفسك ودري كيف تتكلم معي. احترم نفسك أنت ونديتهم الرواتب حقنا، إحنا طلاب مقعقعين خلونا إيش من طلاب أنت وأنت سمسري جالس يوزع أدوية بفلوس للشعب اليمني؟ لا إحنا خلي لي حالي، ما أبوش معك مسافر اليمن، معي قليل لعاب حق. هيثم احترم نفسك، أقسم بالله لا تصل للأمن يجيك حدودك لداخل السنسانة. لا تتصل للأمن ولا تتصل للأمن ولا تزعل نفسك. عم حنفي الحساب على الدكتور خاطرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شغلونا أهلي يا عليم يا رجاق يا كريم يا رحم الراحمين. يا الله الله دريم. هذه مصر دريم. هذه مصر. أيوه ويلك يا بني مصر. الله حنتر كيف في مصر؟ الله مصر بلاد. عبد الله على السلامة. هو أنت وصلت على مصر؟ ودي المقهى بتاعت المعلم حنفي، ودي المستشفى اللي قلت عليها. منورين، أنتم منورين أهل اليمن. الله يفتح عليك، منورين مانا فانوسو. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش أتكلم مع أبو مصري عشان أنت معك لغة. دحين إحنا قويصلنا هون قهو، هذا هو العنوان. الحمد لله على السلامة، نورت مصر وكل حاجة مظبطة كده على الآخر، وهي المقهى بتاعت المعلم حنفي. الله كل حاجة مظبطة مية مية. خلاص ده انت هذا ما يقول، هذا ما يقول. يقول لي يعني كل حاجة مظبطة. مو مظبطة هي مظبطة. مو مظبطة حق الناس ظبطوني. مش زبط زبط من حق عندنا. ما هو زبط من حق عندهم. يعني مظبطة يعني معناته بالمصري الآن الأمور سوبر سوبر سوبر. يلا خلاص بعدك. يلا حق. ربنا يفتح عليك ويديك صحتك. شخلع جيبك بقى واديني الحساب. أشخلع جيبي ودي لك الحساب بتاعي. كم حسابك؟ 500 جنيه. نعم انا عبالة لفة انا وانت من صباحات ربنا يا حاج، حرام عليك. مالي 500 كافر. انت بالنسبة لك كتير بس عشان انت لسه غريب على المنطقة بتاعتنا. ماهوش غريب على منطقة، انا كان اعرف حقكم. خبر معك 200 مابوش غيري. لا يا حاج حرام. 300 مابوش غيري. ظلمتني بقى. 400 مابوش غيري. يا حاج مش عارف. حرام وطلاق، ما عندي قرش غيره. انت هتفضل ما ابو ادري ما ابوش ما ابو ايش يزيد علينا؟ اديله 400. لا ما هو كم اشتي؟ ايش يا خمس؟ لا قالت لي له انا مش في البلاد حقنا اشتاق 10000. اقوم ازبطك دحين لا داخل لا يا هبل. حقاهم 500 اكثر من حقنا 10000. يا ركب أربعة. أربعة أديله أربعة. 400. يلا ها هذه 100 هذه 100 وهذه 100 وهذه 100 وهذه 100 وهذه 300 وهذه 400 500. من دي يا سيدي تدي هذه بقشيش؟ بقشش وراسك حكومة. أنا أقول لك يا عجي خليها عشانك بس أنت. يلا أحسن. أنت صدقت نفسك يعني كده على طول عادي تشخلعها؟ يلا يا 400 وخلاص. خلاص يلا. أقول لي يا عجي درهم. وحاط ربنا كان نفسي أخدك معايا كده على البيت، بس المنطقة بتاعتنا بعيدة كده حبتين، وأنت عايز تكون قريب من المستشفى بتاعتك والمقهى بتاعت المعلم حنفي لا مؤاخذة. إيه رأيك بقى لو أبص لك على حتة شقة كده مظبطة كده حبتين تروق بيها وكده وتسلك معاه؟ هذا ما يقول كسر بالهدرة. هذا يقول زعامة أنا شن نرقد الليلة فشدي لنا شوقة. قل له الجامع بارد. الجامع بارد. نزل احنا نرقد بالجامع. جينا لا مصر نرقد بالجامع علشان نوافق. لا عشان نشد لنا شوقة. بعدك هات تدي لنا شوقة. بكم سيطلع الشوقة؟ ما تاخدش بالك ولا تاكل يا من تحط بطنك بطيخة بس والباقي عليا. بص على الراجل خلاص. ما فيش بطنه بطيخة.
داخله كلب مبدي بعد طعم. يا كرم الله. خلاص سيف اجري انت وهو بصروا لنا شقه وانا شارع لكم هنا. تمام اروح انا هون. ايوه اجري انت. وبعد هذا ما هو هذا شنطه حقي. فضحكنا الله يفضحك يا سيف. بالله عليك انا مش كل اليمنيين نسافر خارج اليمن نكون نلبسها على الناس نتهندم لان انت احنا نمثل اليمن. تقول تمثل اليمن كاشك لخرك من القرن الواحد وال ها ها هذا مو هذا مو هذه شنطه حق الماء بس الله يخزيك. لا مصر لا مصر بادي ها شو الشنط. يلا وانت مش هتيجي معانا. انا هراعي لكم هنا. انا مشترجم ليه مشترجم ليه اهوك صحيت خبرك كمت لما صحيت كون. ايوه ناهي كيف طاني طالي طالي تالي سبنا يوم. هذا هو مصري. هذا هو مصري تاريخ. يلا ايوه انا هفضل اتكلم وانت بقى تقول طيب وخلاص. سلام عليكم يا باشا. واحد شيشه و واحد شيشه و... 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 واحد شاهي. حاضر يا معلم. واد يا بليه. حاضر يا معلم. ما تدي شاهي للمعلم وتدي له شيشه. وانا المعلم وانا الفحم يا عم حنفي جاهز له. ايوه ايوه يا عم حنفي اندي للاستاذ ايمن فحم وراس شيشه كده مسبوك. ايش رايك لابو فتحي يا استاذ ايمن؟ محمد ايش يشيل هباله؟ كيف ايش يشتي؟ استحي على نفسك. احنا طلاب ميتين جوع 9 شهور بلا رواتب وانتم جالسين بالمقاهي مشيشين مكيفين ولا بحسكم عيب؟ ايش نفعل لكم ما فيش رواتب؟ كيف ايش نفعل لكم؟ فقدونا احنا طلابكم. احنا انتم مسؤولين علينا. كيف ايش تفعلون احنا؟ دو رواتبنا يا محمد. ما فيش رواتب. ما فيش رواتب ولا جالسين تاجروا بيع عند الصرافين؟ ايش قصدك يا محمد؟ هذا الكلام مرفوض. احنا نحاول بقدر المستطاع ان احنا نوفر لكم رواتب، بس ايش نفعل؟ الوضع في بحار بالبلاد حقنا. ماليش دخل، شوف توفروا رواتبنا ولا بقي مع الطلاب واعمل عليك مظاهره عند السفاره. هذا تهديد يا محمد. اقسم بالله اننا نتصل للامن يجي حتتكم كلكم لداخل الزنزانه. لا لا مبيناكم يا اصحاب البيله تتناباحوا، احنا اليمنيين لقصارى احنا المفروض نكون نحن على بعض، مو بك صلى على النبي. شدي له امن سجنانو علامو تاق والله. احنا بالغربه والمفروض نكون كذا. انت المسؤول المفروض تكون انت بمقام الام تبزي وتحنن مالك بسكر ايش بزي من صدق. لا يعني الام معنويا انت المسؤول المفروض تكون مقام الام. المسؤول يتفقد المواطن مش يدي له الامن يحبسه. لا شوف على كلام يتكلم. وانت يا ابني موبك يرضيك 9 شهور احنا بلا رواتب ميتين جوع هم ولا سائلين علينا. انت هون متشتغل بمعصر. انا طالب انا ومعظم الطلاب ميتين جوع ما نلاقش مونيكول وبيسحقكم ايني يا ياسين تاجر ربع عند الصرافين. معك دليل؟ هو انا اشتري حلبي اسالك بالله يا ابني. لا تكش تهدر الا معك دليل عشان ما تتهمش الناس. وبعدين انت المفروض انت ما تقومش تدي له امن. المفروض انك تاخذه للسفاره وتدعي للسفير وتتصلوا للحكومه اليمنيه تقول لها يا حكومه باقي معانا يمنيين طلاب خارج يدرسوا ما معاهمش بياس حالتهم حاله وبهو لهم ادوا لهم اعملوا لهم هكذا ولا لا يا ابني؟ يا استاذ الحكومه حقنا كله هنا في مصر. اين الحكومه حقنا؟ كله هنا في مصر جالسين بالمقاهي وبالفنادق. ما له بس فرصه شل الطالب وروح عند السفير وروحوا من قهوة لقهوة من بيت خدة لبيت وردة دوروا الحكومة أين هي. ولما تحصلوا المسؤولين قولوا لهم الطلاب بلا رواتب. تمام وهذا الكلام العقل. هيا مشينا أنا شوديك لا عندهم. يلا أجي الزعباق ويقول لي ومدري إيش. خلاص حاسب حق الشيشة والشاهين. يلا عاد أنا حاسب أنا حق القهوة والشاهين. إيه شو حاسب هذا؟ وأنا نامو الفضول شالوا ضمار حاسب. قالوا زمان الفضول قتل قابول. وقتلني انا ما قتلش قابول. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي يا معلم اقول لك انت اسمك ايه؟ انا ديرهم. ديرهم عشان الاسامي يا ديرهم. الله يخليك. انت تعرف ان حال الطلبه اليمنيين كده دايما هم كده دايما على الحاله ديت. رايحين جايين معتصمات مظاهرات بيتابعوا بعد حقوقهم ومستحقاتهم ومحدش عامل لهم قيمه. والله بيقطعوا القلب يا ابني. من دولهم سلبيه حقاهم ولا حاجه. مش احتطين ممرمطين. ما
ملموني يعمل لا حول ولا قوة إلا بالله. اليمني أنا مشيكي هم باهبل كان بالداخل ولا بالخارج. الله خارجنا مخرجا حسنا طيبا إن شاء الله. اللهم آمين. خيرة الله خيرة الله. يا أدرهم لفق قلاصة أدرهم ها استعجلنا شقة الحمد لله أمانة شقة ساح باح مر على الرباح. يا سلام وشين أطلنا هنا الآن؟ الشقة. حلو والشقة هنا هي؟ بالعمارة. يا سلام العمارة هنا في مصر هنا شقة؟ بالعمارة. وعمارة؟ في مصر. ومصر هنا هي؟ أفريقيا. بالله عليك لا أنا عمارة عمارة ولقى أنا نسيتك. حسبنا الله ونعم الوكيل. تهبل انت تهبل تضيع كنا انا نسيت كيف نعرف وين كيف نعرف الشقه الان. بالمفتاح. والمفتاح اينو؟ بالكمر. اديك معك كمر لا ماصر. حسبي الله يا اخي كنوا البسوا سعنس لما نخرج مثلوا اليمن. انا ماش ممثل ها انا ما ممثل مو تعمل ضحك ضحك تعمل تعصيد ها الممثلين يمثلوا اليمن يا اخي يمثل كل يمني يخرج خارج اليمن يمثل اليمن البس الزي الشعبي حقك لكن بشكل نظيف ومؤدب ومهذب حلا مثل بلدك مو بو هذا محسوب علينا شاهي واحيانا بول صاعد انت درهم انا قلت همش شين صار الطارف وانت انت معك لغه مصري ايش تهدر شنو مخرج البيت درهم ايوه ايش دراك اكيد هذا سيف سكين المطبخ هذا شكل حرامي من حق حكومة قالوا حكومة هاللي ما كيف عرفت أنا؟ حياكم الله. أنت من؟ أنا هيثم. هيثم. جالس وراعي لكم من الفقر هنا. أنت اللي قالوا شيء ينتظر لنا بالمطار. وأنا وراعي لكم من الفقر بالمطار. كذب لا يقفك. ليمو. لأن إحنا شارحنا لك وأنت مهلك. إلا كنت هلي بالمطار. مهلكش إحنا جينا وأنت مهلك. إلا كان هلي بالمطار. مهلكش. أما هي الأمارة حقك إنك هلك. الأمارة بالأمارة بالمطار وطائرة. هذه هلي صح حصلنا طيارة كافي. بالمطار. هذه أمارة حقك. بالأمارة لما تخرج من المطار بوتكاسي. بالله عليك. واو اول مره بصر تكاسي عند المطار ما هو بكل مطار بينه تكاسي الرجال تاع ما ادري هم نديلو والحين انا خسارتي حق التاكسي 500 جنيه في ساحه حاسب لحظه حبيبي ياسي مش بيسق اقول لك خيرة الله عليك يا قطمه سكر خيرة الله عليك قر اهدا ما حق من نديلك حق التاكسي حق خسارتي ما بوش الرجال نديلو كم من حقك 500 تقليه عندك بعدين خلاص نسجله فوق الحساب دول حين قد قهويتهم قهوينا الحمد لله خلاص اقزعوش نبصر لكم الكلاب وشقة حلا لا 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 قبصرنا مصري ودي لنا شقة شقة لكن شقة من أحلى ما يكون والحمد لله خلينا هذا ورسلنا حاذق هذا مركب لي الدش هذا فوقه عامل لي بس الله هذا وضيع لنا الشقة وضيع لنا كل شيء يعني قد دبرتهم شقة دبرنا شقة تمام وأنا خسر اللمو انا خسران لمو انا من لما اتصلوا لي للبلاد صرتوا شليتوا شقة عادي عظم اثثتي وصلحتي وعملتي خسران 1500 جنيه الرجال خسر شكلك تتزوج صح يا اخي اسمع احنا جينا نتعالج انت داري انه انا مريض ما لها تم حق الشقة ما لها حق الشقة حق الشقة معانا شقة يا اخي عادي لكم انا حجزته يعني حتى انتم اصحاب البلاد المقيمين هنا بمصر اليمنيين رجعكم ترقطونا تلهطونا زياد من الخبره كيف؟ لا لا انا عملتوا خير انا اعمل خير كم مني على شقه؟ 1500 واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سجل جنب الاوله البيت بكي يلا تمام هي هذه هذه خيرطه دحين المستشفى اللي شيتعالج فيه بو اينو؟ المستشفى ذو قريب بس مستشفى انت داري ان الدكتور مجرد بس ما يدخل له قالوا مريض سرطان ايوه اول ما شافه افتقع السرطان خرج يتقفز كده دعسه بالكتف دعسه سرطان دعسه قال له ان كان اشوفك مره ثانيه لا ها هذا ما هو السرطان هذا السرطان هذاك اللي يجي ابو مقص المرض المرض يا ابي كم يدعسك الدكتور والله واحد ثاني جا بينه مرض السكر مزه الدكتور خرجه سكر وباعه قطم لابا يعني دكتور حلا دكتور حلا عليكم على الضمان خلاص حجز لي لانه قبطني توقعني والله انا مريض خليه على الله هذا واحد جزار كلب ما عندهش ضمير
راح ذبح لنا كلاب ودي لنا يوم عيد، اكلناك لحمه كلاب برضنا بس طعم. يا عم حنفي القهوه بتاعت الدكتور فين؟ جاهزه. ما بسرعه يلا. يا اذكر الحبي ايدك سمير لانشرح. اللهم طولك يا روح. في ايه يا هيثم؟ تعالي شعرفك على بلدياتنا. البلدية 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 رفع رفع البلدية جا. بلدياتنا يعني من البلاد. ايجلي عندهم بلديات يعني بلاد. هذا درهم وهذا سيف. درهم؟ ايوه. هو انت اسمك درهم؟ ايوه. الله. وانا سيف. ده اسمك حلو قوي. هو صح غريب شوية. انا سيف بس حلو قوي. الله. ده انا عجبني اسمك. انا سيف. اتشرفنا يا سيف. ازيك يا درهم؟ الله. النسوان هنا يحب البياس. درهم يحب البياس بس. هو ابوك اسمه ايه؟ دينار. الله. وجدك؟ جدي اسمه ريال يمني ضابح كافح حافر حرام ما يقزع للشنيني. المهم انه عمله. واللقب حقهم البقشة. اهلا اهلا وسهلا. هو انت جيت مصر تعمل ايه؟ انا اجو كعالج. بس انت مو اسمك ايه؟ انت مو اسمك. هو بيقول ايه ده؟ وانا مش فاهمه عليك بصراحه. يو ار وير ار يو وات از يور نيم؟ نيم. انا اسمي انشراح. درهم. درهم يرسل انجليزي يا ولد. انا بعدك بعد فلتك. اتقاربص 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 بالانجليزي. انت متشتغلي هنا؟ ايه انت متشتغلي هنا؟ بصراحة أنا مش فاهمة عليك أنت بتقول إيه؟ هذا يكلمك إنجليزي؟ أنا دكتورة. تأتي. يعني أنت تشتغلي إيه؟ أنا بشتغل إيه؟ أنا مريضة في المستشفى ده. وأنا مريض جيت هنا عشان أتعالج لمصر. الله بعد الشر عليك يا درهم. هو أنت فيك إيه؟ هذا كلب أمبوزي. إيه يعني؟ مش فاهمة. كلبة معي 8 ضروع. ده بيقول بس طاعم. أمانة طاعم والله يخزيك. هو أنت اللي اشتريك اللحم حق الكلب. اسكت. ممكن تترجم لي الكلام ده؟ هذا الكلب هذا محذوف محذوف من الرقابة. ما يترجمش خبر. هذا ما يترجمش. كلمي هيثم عشان الدكتور. أكلمي عشان الدكتور؟ خلاص. اسمع انشرح. سيري لعند الدكتور رفعت قولي له هيثم جاب. أعمل إيه؟ روحي لعند الدكتور رفعت. قبيلة صنقة. أيوة. لا بيقول سيري مش عارفة ايه سيري ده. اروح سيري علم سيري على بسم الله الرحمن. علم سيري علم سيري لا موت ولا شيطان على يا مرحبا بش بهلش والجمل يرحل. بس والسيري السيري في بعض اللهجات عندنا السيري والسلم. الاغنيه دي انا حافظاها من هيثم. انا بعمل كده عشان حافظها والله. والله المهم انا هدخل عند الدكتور وهسجلك، ولو هو مش فاضي حفضه لك عشان خاطر عيونك يا درهم. الله. منين اشتروا النسوان هذه؟ صار خبرك كيف؟ الله. مو حقنا قبل ما سافر قال منتظر اسمع من المرة كذا كلمة قال تسرح مصر لكن كمكة ولا كحرم لك طاعه قبتك. مو من نسوان هذه. مو من نسوان هذا. مو من نسوان. صار الله. ما ابو درهم انت لما سافرت زوجتك بصيتك؟ زوجتي قالت روح ابي ردك. روحة بالأرض. هلا غروب. قهي ضابح منك شكلي صح؟ فرغي. وعبارك بالبيت قالت غروب. دحين في الله دحين في المريض. في المريض. فين؟ أهلا وسهلا.
والله لكم وحش اهل اليمن. هذا منو؟ هذا الدكتور الشعالقة. ها حبيبي ازيك؟ ازيك. إيه اسمك ايه؟ انا ديرهم. حبيبي يا ديرهم. كيف حالك؟ الحمد لله. هو انت بتعاني من ايه؟ هذا اقول لك اكل كلب مبزي. والله يقلع. اشرح له. ما انا مشكك كلب مبزي. يعني ما اشرح له؟ مشكك لسه اشرحه. ها كيف اشرح له؟ انا اشرح له. اشرح له. مين ده؟ هذا كلب مبزي. قر قر ولا اسمع لك صوت. قلت لي بتعاني من ايه؟ يا دكتور انا اشرح له بالمصري فهمه حبه حبه. تتهابل. يلا ربنا. يا دكتور انا المريض، انا بيني قودات. انا مش عارفه ايه قودات. بيني قودات. قودات يعني بيني 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 قودات. قل قو قو داد. ايه قودات ده؟ ايه يا هيثم يا اخي؟ بينه حازز. حازز. انا حاسس ان انا مش فاهم حاجه على فكره. يا دكتور شوف. هو في عندنا واحد جزار بلا ضمير يوم العيد ذبح لنا كلاب، واحنا لانه معانا سبيس ما قدرنا نشتري كباش، قام ايش عمل؟ باع لنا لحمه كلاب واكلناه وتعبتوا. بس طعم. صح لحمه الكلب كان طعم. ابا اكل كلب لوحده، لوحده اكل كلب. كيف يا هذا؟ قال الله الشحمه حقه كيف ولا ذاك مرق الدوائر. لا الصفر دوائر دوائر. الله يقلعك. على فكرة حتى احنا عندنا كمان كده. بيتباحوا لحمة حمير وخيول كلام فاضي. اهم حاجة يعني في كلاب جوه. قول قول يا سلام. قول حا حا. قول حا حا. حا حا. قول إح. هو في الحمام. داخل. اوكي اوكي. اسمعني شرح. خد المريض جوه واعملي له الفحوصات اللازمه والتحاليل كل حاجه تمام. من عين ايه؟ عشان درهم. اتفضل درهم بيه. ايه درهم؟ درهم بيه. اتفضل درهم بيه. اتفضل يا درهم بيه. حاضر. انت مو اسمك الكيلي؟ انشراح. اتفضل يا درهم بيه لو سمحت. اتفضل على الفحوصات جوه التحليل. يا يلا عشان نعمل لك التحليل جوه. يلا سيف. انا شارف معاكم. تعال. ايوه عشان نكون اثنين والشيطان ثالثنا. تعال من هنا. لا انت الاول والله العظيم. لا لا يلا يا جماعه ما تطولوا هيك. في ايه؟ في ايه انشراح؟ ايه ده شويه. خد المريض يلا على جوه. يلا هنا على المستشفى. هنا يا سيف. سيف على اليمين. تعال. انا جاي اقول لك ارجع. اسمع علشان انا صبري قليل كل مرتين هتعرف عليك. تعال اسمع شو اقول لك. قلت له العمليه بكم؟ انت العمليه بكم بتكلف؟ شوف حقيقه هو مش عايز له عمليه، بس لازم عشان نبرمه نعمل له عمليه. هو ضروري العمليه. العمليه تقريبا هتكلفه تقريبا حوالي كده من 1800 ل 2000 دولار. 2000 دولار يا سارق يا نصاب. مش احنا بنقسم سوا يا هيثم؟ بس غالي ده صاحب البلاد. 2000 دولار يا رجل عيب عليك. ارحمهم مساكين. طيب خلاص انا كل ما نقص المبلغ هينقص برضه نسبتك على فكره. عادي 1500 دولار. حلو. انا قلت لهم العمليه تكلف 5000 دولار. كم؟ 5000. 5000 دولار يا كافر. 5000 دولار يا مجرم. يا مجرم يا اخي. خلاص شال انت حقك الباء وخرجت لي ال 25% وجبت لي الباء. لا والله ما خرج جنيه واحد. اسمع ال 1500 دولار دي بتاع تجهيز غرفه العمليات، انما انا هاخد 1000 دولار يعني 2500 دولار. عجبك ما عجبكش يا هيثم هتاخدها على دماغك. تمام. على 5000 دولار. 5000 دولار. 5000 دولار. ايه ده يا مجنون؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هيا 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 انا هيا قهوة وقت بلا مالك تيع معشق الريواس. هر وصل وصل. حوالة 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 وصل. الحوالة هي هلة من الله.
البياس البياس اللي سنبع اختار كم انه غلطنا شو غلطنا انا اخترت البنت ادلي البنت الثانيه كم انه الحواله 5000 خنتقل 5000 دولار 5000 دولار حبيبي كذا بنعمل لك العمليه ايش الصديق قدامي هيا 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 هي يلا هيا هيا هي. قدامي نروح نستلم الحواله هي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واد يا بليا حاضر يا معلم انت عارف يا واد يا بليا انا من كم سنة بشتغل هنا مش عارف من زمان زمان قوي وانا بعرف اليمنيين والاجانب والعرب كلهم بس اليمنيين ما كانوش كده كانوا ولاد حلال وجدعين قوي ورجالة وسيد الرجالة لكن هما جرالهم ايه؟ جرالهم ايه رجعوا كده؟ بيتحايلوا على اهل بلدهم وبينصبوا ولاد بلدهم الله هي الحرب عملت بالناس كده؟ معقول يا واد يا بليا؟ والله مش عارف لا الحرب ما تعملش كده ابدا النفوس النفوس هي اللي تغيرت والفلوس هي اللي عمت عيونهم بيدخلوا هنا بيتعلموا ويدرسوا وفجأة بيرجعوا يشتغلوا في السمسرة واللف والدوران لا حول ولا قوة إلا بالله الله معاكم يا أهل اليمن الله معاكم الله يا أخي عادل يا الله يا خبر أستاذ زريم إيه فيه إيه؟ ما فيه إيه؟ أنت شو تلهطني هكذا مالك؟ ألهطك إيه؟ 6000 دولار حق إيش؟ والله شوية 6000 دولار ده والله قليل والله قليلين جدا يا اخي باليمن قالوا لي روح اعمل غسيل معدة وخلاص ده انت في مصر مش في اليمن ارجوك يا استاذ زريم ده مستشفى غيري بيعملها ب 12000 دولار صدقني 12000 دولار يا سيف قول الكلام ده انا اللي بخبط لك والله انا والله 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 عشان صحتك يا زريم عشان انا بحب واموت باهل اليمن يا سيف عادل يا اعمل العملية انا عملية اعمل عملية بيقول لك 6000 دولار بعدين عملية مو محتاجش عملية انا قالوا لي باليمن اقول لك اليمن انت الدكاترة ده فاهم بعدين غالية باع الارضية قبل 20000 30000 دولار ما زوجتي باع الارضية ب 30000 دولار وديت لي قال يعني احتياط لا بس مش للدرجة دي يا درهم صدقني حتروح مستشفى ثاني حتندم انا عايزك تخرج بصحة وعافية كده وسليم وترجع لاهلك وانت متنعنش ومتفرفش ومتهنتش صدقني والله السبلادي تبعك ولا انا اوه انا من لما سرق السبلادي قلبي مطمئنش سبلاد كلب اوكي قلت ايه يا درهم طيب ما دام مدحك نفسك مدحك تو بنفس الارض يا اخي 12000 كثير 6000 وعشان شوف انا باخد 200 دولار بس دي العملية كلها تكاليف العملية والموظفين والممرضين 5800 دولار عادي درهم خلاص حركه معي وخارج واش بعمل قصرك استهدى بالله يا درهم وصلي على النبي وتفضل اللهم صل وسلم سمحت طيب يلا ندخل نفكر تفضل يا درهم ادخل تفضل يا درهم قدامي يا درهم حبيبي يا درهم اكني ابي ابيه وزرتكني اه انت على راسنا من فوق يا درهم ايه ده ضيحش ده مجرم ده مفتري بيتحايل عليك ده عين عينك 6000 دولار يا نصاب 6000 دولار بتاع ايه لا والله العظيم ما انا ساكته والله العظيم يا دكتور رفعت ما انا ساكته انا حوريك ايوه هذا هو الكلام هذا هو الكلام الان ايش تستضي صارت بياس مليان يا سلام سلم هيا هيا نروح هيا هيا نروح المستشفى يلا قدامي دول المستشفى ها با دول المستشفى لا ايه مو انت قلت لي نروح المستشفى الثاني وقلت لي دي المستشفى مش مليح انا قلت لي نروح بو هناك مستشفى مليح هذه المستشفى ما هيش مليح منو اللي قال انت قلت لي ولا ما كنتوا كل عند ابو السندوتشات عاد انا هربت وما حاسبتوش يا اخي الدكتور اللي كان بالمستشفى الثاني نقل يا اخي انت تشتي بنت عمي ولا البنت السنتين شاين السنتين يلا زيد قول لهم عنده 5000 وقال 5000 قدام ايه خذ 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 اقسم بالله ما عمل عمل يا درهم والله ما عمل عمل حتى كاني حب
حبة. شو شو والله ما حقرا لك يا أخي بني. أنت دكتور ولا حلاق ولا مقصد؟ لا مش حيصلح حاجة والله. مش عمل العملية والله ما عمل عملية. ما مش عايش عمل عملية. ده عملية بسيطة جدا يا أخي. أنا مش شعطت بطني على مو. أنا مش حشعططك، ده أنا حشرحك تشريح بس. تجرح ما يا سب. مش عمل عملية يا دكتور. أدري هم ضروري عملية. عملية مو هو قليل لحمة. لا تعمل العملية يا أدري. أقول لك كلب مبزين يكونوا قمعين أربعة جوال داخل. انا هخرج لك شويه العظم والشعر بتاع الكلب. ما فيش، انا قطرشكو بس هذا هلا بطني توجعني. ما ينفعش التطريش، ما ينفعش. صدقني ده في حاجات لسه مزعزعه جوه كده. حرام اعمل عمليه. ما هتعمل العمليه يا دري. لا مش هعمل العمليه. هتعمل العمليه. مش هعمل. هعمل لك العمليه. يا دكتور 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 اهدى اهدى. انا شقنعه. هعمل له العمليه. طيب شقنعه. ده انت لازم ما جبتش الفلوس. طيب والله اللي هعمل لك العمليه يا اسم. انا هعمل لك العمليه. انا هعمل لك ايه ده؟ انا مجنون. هو انا مخبط ليه؟ مش عملش العمليه. تعال يا درهم. مش عمل عمليه. مش عملش عمليه. اشتري لك بينوز. مش عملش عمليه. اشتري لك قلم رصاص. مش عملش عمليه. بيفك. مش عملش عمليه. الا استعملها. مش عملش عمليه. الا استعملها يا رجال. انا قضيت وبقيش. شوف الناس يدفعوا حق العمليه متى؟ متى؟ قبل. أنا ضمنتك بوجهي إنك تدفع بعد. عيب هيثم. يا أخي هو مش يعمل بكش حاجة لكها قطع بالمشراط وش دخل يدو. يا هيثم أنت من بلدي وأنت من عندنا ومن ربعي ومن قومي ومن المفروض أنت تقف معي مش عليا. يا هيثم ما لدي أنا واقف معك وضمنتك بوجهي إنك ما تحاسب إلا بعد العملية. 6,000 دولار عملية وشعطات. مش عملش عملية. إلا استعمال. مش عملش. إلا استعمال. مش عمل. يا رجل إلا استعمال. مش عمل. إلا استعمال. خلاص خلاص أنا شقنعه. بلا ما رضي استعمال. خلاص أنا شقنعه. دخل. مش عمل. إلا استعمال. خلاص هذا قال البهرير عدو ايش يضارب. الا استعمله. الا استعمله. يقدر يرقد لك مطعم 6 شهور حتى تنتهن قليل. عاد بهرير ايش عليها؟ كيف الاكل وقفته؟ هذه الهيم. حبيبي. اسف حتى انت يا اسف. هذه الهيم. حتى انت يا اسف. حتى انت اسنهم. هذه الهيم. حتى انت يا اسف. حتى انت عبرتك. أمك الله يحفظه وصيتك وقلت لك يا سيف أوبي على درهم. أمي ذي أهلش عليه. أي والله أهلا وسهلا بأمك. طيب ليش ما اسمعش كلام أمك وتقف معي يا سيف؟ درهم إحنا جينا من آخر البلاد لهون على شمين. يا سيف عملية وشعططة على ما بوش. هذا الدكاترة هم اللي يقرروا مش هنا. الدكاترة أنا حاسسهم وهيثم مش يقرطونا يا سيف. درهم لا. لا مش عملش عملية. لا ضروري تعمل عملية. مش عملش عملية. ما عمل عملية. مش عملش عملية. إيه تعمل عملية. مش عملش عملية. ما عمل عملية الصميم. بس لا. إيه ده. بس. هذه من صبر. معك مصري هذه من صبر. حرق العرض. اسمعني يا سيف. أول ما تعرفتي بيش ها قد تعرفين أسيف. بس يا سيف. عملية مش عملش عملية. إلا استعمل عملية. مش عملش عملية. إلا استعمله. مش عمل. إلا استعمل. بس يا إيه ده. إيه حرام. امشي يا راجل. امشي. أنا اللي حقنعه. أنا حقول له يعمل العملية خلاص بقى. ادخل. ادخل. تشبيه اللي كلني. تشبيه اللي كلني. إيه الراجل ده. أوف. وتر لي اعصابي. يا درهم يا درهم يا درهم. انا خايف العفلوت تطلع خلطه. اصلا ما كنت متعودك على خبر يا درهم. يا سيدي متعود على صوت المراه. وا درهم درهم قم قامت بخورتي بخورتي. اسمعك يا سي درهم. يا سي درهم. يا سي درهم. يا سي يا سي درهم. يا درهم بيه. يا درهم بيه. اخر مره مدحتني زوجتي قبل ما اجي احنا نتغدي. ابني كرع الشاي قتله. كرع كالسائل ابو يا ابن الكلب. وانا جنبي. انت بتقول ايه يا درهم؟ تعال اكلمك. تعال. ها
في ايه؟ مالك؟ مستحيل. هو انا هطلب ايدك يعني ولا يعني؟ انا هكلمك على العملية يا درهم. العملية؟ اه. خلص عمل العملية. ما تعملش العملية يا درهم. كيف؟ اه ما تعملش العملية. ليش؟ عشان ما ينفعش تعمل عملية. انت اللي بتاع اللي جواك ده ما يحتاجش عملية. وعملية علشان ايه؟ لا انت بحاجة شوية غسل معدة وخلاص. انا قلت كذا والدكاترة باليمن قالوا لي كذا بس يعني الدكتور هيثم مش ينصبوا عليها. اه الدكتور رفعت هو بيعمل كده كل مرة مع هيثم وعايزين ينصبوا عليك $6,000. اوكي بس انا هرسيك وحوريك انت بتعمل ايه. الله يفتح عليك ويحفظك. الله يفتح. صفقوا لي صفقوا لي. انقضى صاحب البلاد. معمل طيب. شوف بقى. بصي بقى. ابص هذا انقضى الصوت. ده عنوان الدكتور اللي انا هبعتك لعنده. الدكتور ده اشطر دكتور عندنا. هتلاقي في العنوان ده مدينة نصر. العيادة خارجية طبعاً. ودكتور شاطر قوي والله العظيم. أنا كلمته قبل شوية قلت له هيجي واحد من طرفي اسمه درهم هيعمل لك غسيل المعدة يمكن 2000 جنيه يعني طالعين ب$200. اه $200؟ اه $200. 2000 جنيه؟ اه وعشان انت جاي من عند انشراح هيعمل لك فيهم تخفيض عشان خاطر عيوني. أنا ودي جمالك، أنا ودي جمالك، تمام. أنا عايزك دلوقتي بسرعة زي البرق تروح لعنده. خد موتور، تاكسي، أي حاجة بسرعة. حاضر حاضر، حتى عندكم بموتورات. أنا شامم ريحة مشوار، ربنا يفتح عليك يا عم درهم. هتروح فين؟ حبيبي وديني دي العنوان مدينة نصر. أنت بتسأل، بقول لك بسرعة هيجوا الجماعة. بسرعة بسرعة. خلاص خلاص بالراحة بالراحة، تعال ورايا. أوعى تنسى ولا من عند انشراح. حاضر حاضر. أيوة كده. ايه يا عم الحنفي؟ ايوه كده بنتي انشراح. انا عملت ايه؟ هي دي. ايه؟ هي دي بنت مصر اللي بنعرفها قوي. انت سمعت؟ ايوه. الله. انا سمعت كل حاجه. والعمل اللي بتعمليه يا انشراح ده عمل عظيم عند ربنا. متشكره قوي. والله العظيم ان انت بنت حلال. وانت رفعتي رؤوسنا المصريين كلنا. متشكره. ايوه كده. متشكره. هم دول عيال مصر اللي بنعرفهم اللي بيطبطبوا على الناس اللي بيحترموا الضيف ما بينصبوش عليه ولا بيتحايلوا عليه. ده انت رفعت رؤوسنا فوق يا انشراح. والله تحية لابن مصر. والله العظيم ده انت يا انشراح ذكرتيني بالمرحوم ابوكي الله يرحمه. كان كده رجاله سيد الرجاله. اه وابن حلال قوي. شكرا يا انشراح. متشكره. انا بشكرك باسم مصر والجمهوريه والحكومه ورئيس الحكومه والشعب كله يا انشراح. متشكره قوي. وانا بقول لك واعلن هنا من مقهى المعلم حنفي 3 سندوتش مجان للدكتور انشراح. متشكره قوي. كتر خيرك كتر خيرك يا انشراح. 3 سندوتش. كتر خيرك يا بنتي. ايه البخل ده؟ بنتي حلال والله. اولاد الحلال قليل. اولاد الحلال قليل قوي. راح فين؟ راح فين؟ درهم. درهم. هو واحد واحد طويل واسمراني وشفته ولا شفته؟ ايوه ايوه. أوه. درهم. أوه. فص ملح وداب. اسمع فص ملح وداب. اسمع يا هيثم انا هشرحكم انتوا الاثنين. لازم يجي ولا هعمل لك انت العمليه. اسمع انا هاخد ده انت هتفضل عندي رهين في المستشفى لغايه ما يجي درهم واعمل له عمليه. ولا اقول لك هعمل لك انت العمليه. انت هعمل لك العمليه. اه رجال اعمال يلا قدامي. اه فتحيني في العمليه. يلا يلا هيا قدامي. يلا قدامك قدامي. اه يا قدامي. حاضر يا هيثم. لا ريحت لك انا امك يا هيثم.
والله تمام قطع اللمح قلبي له يا حنفي درهم درهمينو شودف هاي هاي ثام هيثم هيثم قادروا با هيثم 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 مين انا كوثر كوثر الشكلان شرقع شو الحاصل والله اختي مؤمن كوثر 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 يا اختي وين هيثم شوف هيثم راح فين هيثم 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 يا هيثم اوعي يا ابني اوعي 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 يا ابني لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله هيثم اوقف 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 يا ابني ابو السندوتشات يا ابصرت كيف اعمل ابي يا عم ابصرت كيف اعمل ابي ايه ده هم عملوا فيك ايه يا ابني عمونا 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 ابو السندوتشات عمونا انا ما انا زعلان ما انا زعلان من الدكتور بس ما انا زعلان من هيثم هو صاحبي بصير كيف عمل بي وانا معيش احدنا ما معيش احدنا عمنا وانا ما معيش احد حالي ولا قلت مش سخيبي ايش من البلاد عمنا لا حول ولا قوه الا بالله ما انا قلت لك من اولها يا ابني مالك من هيثم ده انت فاكر يا ابني ان هم بيهموا انت بتشوف ولا لا انت فاكر انهم بيهموك يا ابني ده انت طيب قوي يا ابني لو ايه زعلان من ابن بلدك مش زعلان من حاجه مش زعلان انك خلاص انت ما بتشوفش حاجه يا ابني انت بقيت اعمى يا ابني وبتقول لي انا زعلان من هيثم عشان هو ابن بلدي لا حول ولا قوه الا بالله الله المستعان الله المستعان اسمع يا ابني هيثم وامثاله ناس قلوبهم سوده الفلوس والجشع والطمع أعمى عيونهم يا ابني هما ما بيهموش انت بتشوف ولا ما بتشوفش انت اتجوزتي ولا ما اتجوزتي انت لقيت اللي تحبها ولا ما لقيتهاش انت اخدت البت ولا بنت عمها ما بيهموش الكلام ده كل اللي بيهموه الفلوس كل اللي بيهموه ازاي بينصبوا على الغلابه كل اللي بيهموه ازاي بيذبحوك ازاي بينصبوك ازاي بيحتلوا عليك يا ابني الطمع مع عيونهم وقلوبهم لكن يا ابني انت بقيت اعمى بس قلبك بيحس لكن هم بيشوفوا لكن قلوبهم معمية يا ابني انت قول الحمد لله ان راح عليك البصر لكن ربنا ادالك البصيرة ادالك الإحساس ادالك الشعور يا ابني ودي نعمة محدش بيلقاها يا ابني قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
انت صعبان علي قوي يا ابني. زين اعمل لك ايه يا ابني؟ شك زعلي، شك زعلينا خلاص. خلي حتروح فين يا ابني وانت على الحاله ديت؟ خلي شو احوصلنا ود يا بليا. حاضر يا معلم. متى تجي تاخده وتوصله يا ابني؟ عينيا يا معلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. هيثام. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. هيثام. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. هيثام. عم حنفي. ايه ده؟ كيف حالك؟ ما شاء الله. رحتوا مدينة ناصر عند ذاك الدكتور؟ لا 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 لا. درهم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على النبي. وعمل لي الغسيل المعدة ب 1500 جنيه. لا يعني حاجة بسيط. أنت عارف يا ابني يا درهم؟ عارف. ده أنت رديت روحي. سيف. أنت فلتت منين؟ سيف. درهم صاحبي حبيبي درهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أكل الحوار حقي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو قرط الحوارات حقنا كلها. هذا تخصص. تخصص. هذا تلصص. بيحب الاختزال قوي. تمام. درهم عين رحت. رحت مدينة نصر عند دكتور عمل لي عملية غسيل معدة ب 1500 يعني ب 100 دولار. والتوب كانوا شقرطوني 6000 دولار. بس انا ما زعلان من الدكتور فما زعلان من هيثم صاحب البلاد. اليمني اللي قلبه على اليمني اصبح اليمنيين ياكلوا بعضهم بعض. ليش؟ ازيك يا درهم عامل ايه دلوقتي؟ الله الله. الحمد لله. شكرا لك والله. طبعا انشراح هي اللي كلمتني انه الدكتور حقهم يجهز عملية نصب عليها هو هيثم. وهي اللي اديت لي العنوان حق الدكتور بمدينة نصر وهي اللي اتصلت له عمل لي تخفيض. انا مانيش عارف كيف. انا قلت كده قلت خيالي من جوا كده. انشرح تعملي بيا كده انشرح. انا عملت بيك ايه؟ انا قلت الخيال من جوا دايما. اسمعي، انت مطرودة من المستشفى. بس بقى مطرودة. ما تخافش. ما بخافش. لا ما بخافش. وانت ممنوع تعدي البوابة بتاعت المستشفى. بس يا شيخ اتقي ربنا في نفسك. برا يا خينا. يلا خينا. بات ليه خنت ليه جاي بعد ايه الاداء الاوفر ده؟ ايه ده؟ طردك من الشغل. تقصدي فيه؟ انا اصلا مش محتاجه له والرزق على ربنا. فيها ايه يعني؟ انا السبب والله العظيم. لا ما فيش حاجه. لا انت السبب ولا اي حاجه. انا اصلا ما كنتش عايزه اشتغل معاه عشان واحد محتال وينصب وما يرحمش حد. ده مفتري. بس انا اللي سببت طردك. لا مش انت. الا انا. لا دريم سيف. يا سيف. اشيرك بحاجه. يا رب انا افهم عليكم. انا ادريك بس دقيقه بس. كلام عائلي. يلا. وانت مش محرم. بس لا انا سيف. مو رايك افكر مادام وفرنا البياس تداري زوجتي باع ارضيه ب 30000 دولار ما صرف كلها 100 دولار. بياس. انا قصدي هيا نروح نمشي. لا مش نتمشي. انا قصدي البنت هذه طيبه وحبوبه وكذا وبعدين قطردني من شغله بسببي. اذا نادي بياس. لا انا افكر يعني لو يا رب ونفهم عليكو. يا سيف عالكوت عودة. عشتي منك يعني بصفتك تعتبر هنا ولي أمري يعني. عشتي منك يا سيف. أزيد كل هذه.
يا سيف اشتري لي شكليت. لا مليم. لا من هذاك اللي يقولوا له نسوان. اشتري لك نسوان يعني يعني اشتري تزوج هذه. درهم. تمام اخبره. دق دق دق. اموت واعرف انتوا بتقولوا ايه. كنا نتخافس. ايه كنا نتخافس. ايه يعني نتخافس دي؟ نتخافس يعني نتشاور. اشتي اكلمك بموضوع ممكن لو سمحتي يعني تفضلي. من عينيا. في ايه ان شاء الله رب خير. اشتي اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم اعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هو جمعه وانا مش عارفه ولا ايه. ابي مدير المدرسه. اشتي اقول لك يا انشراح. اشتي اقول لك مالس ما نجحش العمليه. لم مستحيل. دريم يستحيل. من متى؟ قوي قلبي. قوي يا انشراح. تفضلي. اللهم طولك يا روح. في ايه يا درهم؟ سامحيني بس لانه اشي اقول لك خباره خزيئه. ايه انا ايه. لا 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 ايه الكلمه اللي قلتها قبل شويه؟ خزيئه. خباره يعني خوزي. خباره خزيئه. ايوه حرام من ديك. يحسبنا اليمني. العرق نبض. العرق الصبري قريح. خزيئه. أشتي أقول لك على ضحكينيش. خليني أهدي. لا أنت بتفتري علي بتقول إننا من اليمن. يا ما العرب كلهم أصلهم من اليمن. الناس هيصدقوا. أنا مصرية. اسكت شوية. مصرية من مشرعة وحدنان. طيب أشتيش أقول لك حاجة. قول. بصراحة أنت مرة جدعة. ما أنا عارفة. ومصرية بطلة. و و و و و وانا اشي اقول لك ان انا اسمي درهم. الله اول مره اعرف. ايوه واشي اقول لك ان انا اشتي اطلب. عايز فلوس؟ لا اطلب. عايز وظيفه؟ طيب هنا هتوصف لك. اطلب اشي اطلب الله. انا بشوف اشي اطلب. لا من عينيا. سيف المصري ما يقولوا يطلب مو يطلب يديه. نمو يديه تشليح يديه بعد راسي بعد. انا شليه كله ولا شليه تشليح؟ اصلا انت ما تشوفش الاعلانات حق المصريين. كله بالتقسيط. يعني اطلب ايديه بس ايديه بس ايديه وشتي كله عندهم ولا بالتقسيط؟ كله بالتقسيط. لا طيب مع مصاريف الشحن. درهم. طيب الان تعال هكلم عمي حنفي يشغلك عنده في القهوه. لا انا اشتي حاجه. تعالي. هذه ايش؟ انا عمي ما شوفش. هذه ايدي صح. انت فين ايديك؟ عند عمي حنفي. مش الثنتين عندكم يطلبوا واحده بس صح؟ الثاني اشتكي بالتقسيط. بصراحه انا انت ايه؟ انا فهمت انت ايه؟ بصراحه انا انت ايه؟ يلا بصراحه اطلب ايدك اتزوجك على كتاب الله وسنه رسوله. مسرع كذا النسوان قرعة معاوز. طيب هذا عرف ثاني. هذا معهم عرف ثاني. ايوه اولا خلي حوزه في الرجال. درهم ما سيبنا فكر واكلم بابا. تفكري ايه؟ ما انت خلاص زغرتي. ما تزغردي يا انشراح اللي جاي احلى من اللي راح.